هل كشف الوجه أمام غير المحارم ولا سيما إذا كانت المرأة تضع الكحل في عينيها يعتبر جائز أو لا؟ لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند الرجال الذين ليسوا من محارمها، لأنها مأمورة بالحجاب، والحجاب معناه أن تستر جميع جسمها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها. وآكد ما في جسم المرأة من زينتها وجهها، آكد ما في جسم المرأة من زينتها وجهها، لأن الوجه مجمع المحاسن محل النظر، وهو الذي يدل على جمال المرأة أو دمامتها، فالفتنة فيه أعظم سواء عليه كحل أو لم يكن عليه كحل. الواجب أن تغطي وجهها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.